قابل الجميع الاهلاويه كابتن، سواء بقى رياضيين، جماهير، فنانين، محبين للنادي الاهلي، سعداء بهذا النصر وسعداء بهذا الفوز. معنا الفنان طبعا الجميل احمد فهمي. مساء الخير على حضرتك يا استاذ احمد. يا كابتن فاروق، تحياتي ليك وتحيات كابتن ربيع وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن وائل رياض. مبروك. تمسي عليهم كلهم ووحشني جدا. وحشنا يا كابتن شريف. حبيبي يا ابو حميد. اخباركم ايه؟ تمام. حلو علينا دايما. قول لي النهارده تابعت الماتش ازاي؟ والله اتفرجت مع اصحابي الاهلاويه، كنت رايح الماتش وبعدين قلت لا اتفرج من البيت بقى عشان كان عندي شغل. بس هو ماتشات الاهلي والزمالك او ماتشات الدوري بشكل عام دلوقتي ما بقاش فيها توقعات، يعني ما كنتش مطمن كاهلاويه كتير برضه. معقول احمد انت ما كنتش مطمن؟ ده الناس كلها كانت مطمنه، بس الجزئيه ان كان الخوف بس ان نادي الزمالك مع كابتن ايهاب جلال يبقى شكله يختلف عن المباريات السابقه. لا انا والله انا شايف اصلا ان الدوري، مش هقول لك ماتشات اهلي وزمالك والكلام ده، الدوري كله انت ما بقتش متوقع انت بتخسر نقطتين قدام طنطا، مع احترامي لطنطا طبعا، بس انت في الاخر بقيت ما بتتوقعش نتائج ماتشات. ما بتعرفش النهارده لو باسم كان جاب ما كنتش تعرف برضه الماتش هيروح فين بينا اصلا. بس بشكل عام لا، هو لعب الماتش صح. كابتن حسام طبعا كان نفسه سكور اكتر، احنا الاهلاويه انت عارف مختارين شويه. صحيح. كان نفسه يعني بسكور اكتر شويه، لكن الحمد لله. يعني اهم عندي النهارده ان احنا كسبنا الزمالك، ان احنا قعدنا صدارة الدوري ونحافظ بقى ماتش المقاولين كمان اللي متأجل، وده بقى ماتش السوبر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس عارف يا احمد، والله يعني انت، انا عارف ان انت اهلاوي زينا كلنا في جزئيه ان انت عايز كان النتيجه تزيد اكتر وتبقى قريبه حتى من ماتش المعروف والماتش التاريخي 6-1، ولكن خلي بالك نتيجه النهارده الى حد ما بتزودك في حته ان انت ايه بتقترب. طبعا انت النهارده بتتصدر بطوله الدوري، دي حاجه رقم واحد، مكسب كبير. في نفس الوقت بترجع لعيبه كانت غايبه عن اللقاءات زي حسام عاشور ممكن كان مصاب والنهارده يبقى متواجد. خساره رامي ربيع دي هي بس أسوأ ما في المباراه الصراحه، يعني دي حقيقي. ونفسي اسام محارب ياخد اكتر من كده كمان. انا شايف ان اسام الفتره الجايه هيبقى مهم قوي. وجهه نظري طبعا، فاهمين اكتر مني يعني. لا طبعا اسلام من اللعيبه المميزه الصراحه، هو بيعتمد عليه كله، هياخد كله بياخد وكله بيخش جوه بتاعه، واللي قاعدين بره زي احسن يعني، مش احسن زيهم زي اللي بيلعبوا جوه. كنا بنقول يا احمد ده بيبقى له 40 دقيقه وده بيبقى له 60 دقيقه وده بناخد الماكسيمم منه وده، وبعدين ربنا يبعد عننا العين الاصابه كتير قوي كمان، فكل اللعيبه انت عارف بيحصل التدوير ده والروتيشن وكله بيلعب يعني. احمد انت موجود في ماتش السوبر ولا هتبقى هتشوفه هنا في مصر؟ السوبر لا، هبقى موجود هنا في مصر للاسف، عندي تصوير فمش هقدر اسافر يعني. بس بقى نفسي السنه دي يعني على وش كابتن خطيب باذن الله يعني افريقيا بقى ترجع، لان انا يعني طبعا احنا والله كابتن محمود الخطيب يعني الدنيا ماشيه واحنا كلنا مديين له الثقه، وان شاء الله باذن الله باذن الله افريقيا ترجع، ده الاهم من اي حاجه ان شاء الله. يا احمد نشوف الاهلي كده في احسن رياض. في حاجة ولا ايه؟ انا بتفرج في الرياض طبعا، انا ما بتفرجش اصلا في العربية. الرياض على فكرة كابتن شريف وائل رياض كان بيحاول يمثل واتكلم كذا مرة، بس هو للأسف دمه تقيل جدا. بص لا طبعا، بص خلي بالك هقول لك على حاجة يا أبو حميد، أنا لو دخلت موضوع التمثيل يعني سامحوني. اوعى. سامحني. خلي بالك يعني. بقول لك ايه يا لا وبعدين لا بقول لك احنا معانا كابتن شريف هنا، كابتن شريف نجم سينمائي ترافولتا بتاعنا، افضل انتوا قاعدين مع هوليوود سمايل، انتوا مين انتوا؟ انا قاعد معاكم كده بس يومين. كابتن ربيع قول كلمتك، تلتيها ليه؟ قلنا تلتيها ليه؟ انت احمد جميل وان شاء الله موفق، ان شاء الله كلنا سعداء بيك ونجاحك يا رب من سنه لسنه. حلو علينا كلنا ان شاء الله يا رب بامر الله يا احمد بامر الله، ومبروك علينا، مبروك كل الاهلاويه يا احمد حبيبي. يا احمد ربنا يخليك، نورتنا ونورت قناه الاهلي.